حالك يا سعيد؟ هم معقول الدوم ياس طالع مسلسلات؟ صحيح نحن في رمضان، ولكن مو بيعني توقف رياضة وتستوي كسلان. أنا وياك إن رمضان هو تحدي للحركة البدنية، ولكن إذا سويت تعديل بسيط في برنامجك اليومي بتقدر تجمع فوائد الصيام وفوائد الرياضة بعد. شو تبغى بعد يا سعيد؟ إذا تبغي تنزل وزن وتحرق دهون، أحسن وقت رياضة في رمضان هو الساعة الذهبية، يعني ساعة إلى ساعتين قبل الفطور. وإذا تبغى تحافظ على لياقتك فتريا ساعتين على الأقل بعد الفطور. وصلاة التراويح بعد يا سعيد تراها رياضة مفيدة، لأنها تنشط حركة المعدة والأمعاء وتساهم في حرق 200 سعرة حرارية تقريبا. لكن حط بالك لا تمارس الرياضة في فترة الظهر، يعني 6 ساعات قبل الفطور، ولا ترى بيصيبك الجفاف. ولا تأجل الرياضة لوقت متأخر، واترك 5 ساعات بين التمرين ووقت النوم عشان تتفادى الأعراض. وأنا ما بقول لك اركض ماراثون أو ارفع أثقال يا سعيد، لا، ساعة رياضة أو تمارين سويدية أو أجهزة خفيفة مثل التردمل والدراجة تراها كفاية. خلنا نحافظ على لياقتنا البدنية في شهر رمضان. مبروك عليكم الشهر، وعساكم دوم بصحة وسعادة.